السلام عليكم خوت، صباحكم مبروك وتحياتي لكم. اليوم راه فيديو جديد. اليوم راه تنتواجدوا في مدينه مراكش الخوت بالمحاميد معطله، تاريخ 17/6/2023 الخوت. نحطوا الرحال ان شاء الله بمدينه مراكش منطقة معطله محاميد معطله الخوت. هنايا عاد نعد لكم الاخوان ونقول لكم بلاصه فين تنتواجدوا بالضبط. تنتواجدوا هنايا الخوت، المقازة اللي عندنا هي في هاد الدار هادي. هي هاد الطريق هادي هي اللي تجيب من الجامع ديال المحسنين الخوت، الجامع ديال المحسنين. وهذا هو الموقف ديال الهوندات، هو قدامنا اونفاس معنا هما هادو الهوندات والجامع ديال المحسنين. هو هذاك هي الطريق ديالو اللي جاي من هنايا، عايسيب حنا اونفاس مع الموقف ديال الهوندات. اللهم بارك وتحياتي الخوت ومرحبا بالاخوان. ها ما كاين المليح سلعة، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك خيرات مليح. هذا نحطو ان شاء الله والله يجيب الصحة والسلامة مع الاخوان. ومرحبا بكم خوتنا وحبابنا ناس مراكش ناس محاميد جميعا، مرحبا بكم خوتنا. تنحطو في السلعة راه 80 راس هذه، اللهم بارك. وباقي عندنا الخير ان شاء الله. عندنا المويان، عندنا المغليضه، عندنا متوسط. اللي يبغى شي حاجه راه مرحبا، مرحبا بالخوت. عندنا اللي يبغى الصغار راه حتى هما كاينين، هما فينا نحطوا فيهم خروف بدري هذا. اللهم بارك بارك الله. هما الاكباس الصغار الله يبارك بدريين. قاعد اسمعين اللهم بارك الخوت. تنحطو دابا في الأكباش، أكباش صغار بدري. اللهم بارك تبارك الله بارك الله. اللهم بارك. حنا دخلنا الحاولية الخوت المقازة، اللهم بارك بارك الله. ومرحبا بالخوت، مرحبا بكم خوتنا وحبابنا. ولا نساعدو الحاج تساعد مع إخوان العيالة. ايوا الحاج ساعد مع الناس اللي جرى تخليه يمشي بلاش. ايوا الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. عندنا كليان الحمد لله، ديال النار تيجيو عندنا كل عام تنبيعو لهم السلعه. الله يحفظك اودي الحاج، تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. فرفر السعيد سن ني، اللهم بارك. كاين المليح والجوده الخوت، مليح والجوده تبارك الله. سلعة مليحة ومرحبا بخوتنا، مرحبا بكم الخوت بارك الله. كاين اللي مليحة الخوت اللي جابني، مرحبا بالاخوان تبارك الله، اللهم بارك. اللي جا ما يمشيش ناس الصالحة. الصارات تبارك الله، المليح تبارك الله. هذا يكون تني، عندنا تني وسنان الحليب هنايا الخوت. اللهم بارك ومرحبا بكم خوتنا وحبابنا. تحية لإسماعيل مدرس محمد ماسين. زر له وقلب عمي، زر خذ راحتك، خذ راحتك يا عمي، مرحبا بك. سرغيني بول كما قلت لكم الخوت. نوريكم، نعاود نكرر لكم فين تنتواجدوا. حنا اونفاس مع الموقف ديال الهوندات الخوت، راه تيوقفوا الناس هنايا تيخدموا. والجامع ديال المحسنين الخوت هو هذا،
الموقف، ها هو حنا اون فاس مع الموقف. معط الله قرب جامع المحسنين اون فاس مع الموقف ديال هوندا ترخوت. ومرحبا بالاخوان، تحياتي لكم خوتنا وحبابنا، والله يدير الخير وعواشركم مبروكه. اش محمد تساعدوا مع العياده؟ مرحبا اللي جاتنا اخوان، تساعدوا معاهم مزيان مزيان، كلشي يمشي بخاطره، كلشي يمشي بخاطره، الله يرحم والديه، لا دور لا ضرار. صافي عواشر هذا، ها هي داك السيد كاين سلاي عران قيات تبارك الله، ولي دا شي حاجه راه تيدي الجوده، حنا تنجيبوا سلعه مليحه والجوده وكلشي كاين تبارك الله، الله يبارك. وكاين عندنا مثلا اللي باغي يخرف بدري صغير، راه كاين عندنا الخوت ها هما خرفان بدريين، اللهم بارك سلعة، اللهم بارك تبارك الله. دابا حنا شحال دابا؟ شي 4 سنين دابا ولا؟ شي 4 سنين حنا شادين معاهم هنايا في معطلة 5 سنين. تنجيو تيجيو عندنا كليان ديالنا كل تيدي الحوالي ديالو. لا الحمد لله. السلعة كلها مليحة تبارك الله، اللي بغى شي حولي يعزل الحولي ديالو. مرحبا به. مرحبا الإخوان، مرحبا. وتحياتي لكم خوتنا وحبابنا والسلام عليكم. غنخلي لكم النيميرو ديال السي محمد. ومرحبا بالخوت، راه اللي جا راه ينعت ليه يقول لي فين عايشي. ومرحبا بالخوت، والله يدير الخير. تحية للعبدي، الله يعزك. السلام عليكم خوت.